التطوير الذاتي. التنمية الذاتية هي كمغناطيس بشري داخلي يسحب كل ما تتعلمه ليغير به طريقة تفكيرك ورؤيتك للأشياء، وهو يعمل أيضاً على فهم ذاتك والآخرين، وكذا تطوير الموهبة والإمكانيات، بناء رأس المال وطرق المحافظة عليه، وتسهيل فرص العمل، وتعزيز نوعية الحياة والمساهمة في تحقيق الأحلام والطموحات. فلا تترك عمرك يمضي دون أن تتعرف على عالم التنمية الذاتية، واجعل الخطوات التالية منبراً لك لتبدأ. أولاً، اقرأ وتأمل وفكر في كل ما يدور حولك وبداخلك. ثانياً، اكتب أحلامك وطموحك على ورقة وابدأ بالبحث عنها، ولا تتركها على الأقدار لتحملها إليك. ثالثاً، السعادة ليست هدفاً تصل إليه، وإنما طريق تخطوه، فدح حسن ظنك دائماً موجود لتدم سعادتك. فإن سقطت من أعلى الدرج كن سعيداً، فقد وصلت بسرعة. رابعاً، تعلم من أخطائك ولا تكررها أو تتجاهلها، وكن فخوراً إن أخطأت، فإنك بذلك قد تعلمت. خامساً، جازف وعش التجربة، وبذلك ستواجه مخاوفك وتتغلب عليها. تذكر دائماً، ليس هنالك وقت متأخر على تعلم أي شيء، فكل طريق يبدأ دائماً بخطوة. تيدكس شباب، نبدأ صغاراً.